عزيزي برج الثور أرى يعني الوان في أس أوف كاب والمجنون والبرج والقمر، أرى أنك في بحث مستمر عزيزي برج الثور عن السلام، عن التوازن وعن النجاح، النجاح في المستوى العاطفي وكذلك المادي. نعم، أرى تشاؤم، فشل، الإحساس بالفشل، وأرى أنك تعمل كثيرا. نعم، تعمل كثيرا وتنتظر أشياء لتصلك لكن لا تصلك، أو هذا ما تعتقده أنت، تعتقده أنت. نعم، كارت الفقدان، أنت فقدت أشياء كثيرة مهمة بالنسبة لك، وتعمل كثيرا، تعمل كثيرا، لكن وفي نفس الوقت هناك سكون، هناك ثبات، هناك ركود. كل من البرج والقمر يعني لابسونس دو بروغري، ليموبيليتي يعني عدم الحركة. أرى عزيزي برج الثور أنك هذا الكارت، أولا لنتابع بالقمر، أنك مسجون في الفشل، عفوا الفشل العاطفي والمادي. نعم، لكن هناك لكن، نعم هناك لكن، هذا الكارت هو كارت الإبداع. نعم، هو كارت الإبداع، أنت في وحدتك وفي شعورك وفي هذا التشاؤم، هو كارت الإبداع، يعني بهذه الأشياء أنت ستقوم، لكن أنت في طاقة سلبية كثيرا. لنواصل، نشوف الكارت ماذا سيقول لنا. نواصل، نعم هناك تشاؤم كبير. صافي صافي، أنا أرى الآن، نعم نعم أنت يعني لا تستسلم، لكنك تبقى في هذا الفشل وهذا التشاؤم، لكن كل هذا يعني كل هذا الظلام، كل هذا العذاب، كل هذا التشاؤم الكبير موجود فقط في عقلك، هذا ما تقوله هذا الكارت، كل هذا موجود فقط في عقلك. نرى أنك تريد وتصر على النجاح المادي والعاطفي، ولكن أغلبية ما يوجد في عقلك هو التشاؤم والإحساس بالفشل، لكن هذا غير صحيح، هذا فقط موجود في عقلك عزيزي برج الثور، ليست الحقيقة. نعم، كل هذا يعني كل ما قرأته ليست سوى طاقتك، طاقتك وما في عقلك، ليس صحيحا. وخا هذا الكارت يقول له، هو كارت الإبداع، يقول لك افعل أشياء جديدة. بالنسبة للنساء عزيزتي، امرأة، المرأة، امرأة يعني برج ثور المرأة، أرى أنك لا تخرجين من البيت، يعني في الداخل تعيشين في هذا التشاؤم، لا تخرجين من البيت، وهذا الكارت يقول لك، كارت الإبداع، تحركي تحركي وغيري هذه الدبدبات، لي فيبراسيون نيجاتيف، غيريها، اخرجي، خذي حمام، البسي ملابسك الجميلة، طلقي شعرك كما نقول نحن، طلقي شعرك واخرجي، خرجي البرة، وإذا كنت محجبة كذلك اهتمي بنفسك، اخرجي، لا تبقي في البيت كتبكي ليل ونهار. يقول أينشتاين، إذا كنت تريد نتائج مختلفة فافعل أشياء مختلفة، يعني لا تقم دائما بنفس الشيء. نعم، لنواصل، هذا الكارت تقول نفس الشيء، فور اوف كابس، تقول الخروج عن المألوف، هي كارت المسؤولية، كارت اليأس، كارت الرتابة، كارت الروتين والتعب والإرهاق. نعم، لكن يعني هذه الكارت هي رغم أنها تقول هذا الشيء، يعني تصر على الخروج عن المألوف، وهناك إصرار على التغيير، لأن كل هذا الكارت، نعم، لأنك إذا بقيت في هذه الطاقة والذبذبات السلبية فسوف تجذب مثل المغناطيس أشخاص سلبية، تجارب سلبية، كلام سلبي، كل شيء سلبي. لذلك عزيزي كل هذا موجود فقط في عقلك.
لذلك تغير، يجب أن تغير هذا هذه يعني هي فقط طاقتك، يجب أن تغير هذه الأشياء. لنواصل، نشوف، انظروا، القوة أنت قوي، انظروا، تين اوف بنتاكلز هي كارت جميلة، يعني بعد كل هذا انظروا ماذا لدينا، الله، انظروا، يعني يكفي يكفي، يعني هذا إصرار على التغيير، إصرار على التغيير عزيزي، هذه كارت النجاح، نعم هي كارت النجاح. أرى عزيزي ربما ربما هناك توزيع ميراث، يعني أرى أن هناك ستتلقى مبلغ مالي معين ربما من الإرث، نعم، وهذا الكارت كذلك يعني هي التغيير، هناك تغيير لكن أنت لا تراه ما دمت ستبقى يعني تبقى في هذا التشاؤم. نعم عزيزي هذه كذلك كارت النجاح والتغيير الكبير والتحول للأفضل للأجمل، شوفوا يعني وهذا بيدك، نعم انظر، يعني لو روا دو باتون كينوفوانت يقول لك عزيزي البرج ستتحقق أمنية كبيرة وجميلة، لذلك لكن لابد أن يحدث، هي كل الكارتات تحث على التغيير، تحث على التغيير التحول، لكن عزيزي التحول للأفضل هو ليس تحول سلبي، مثل تذكرون هذا الكتاب لا ميتامورفوز دو كافكا، يعني تحول رجل إلى حشرة بشعة لكتاب لفرانز كافكا، نعم هذا لن يكون، إذا بقيت في هذا التشاؤم يعني ستتحول أنت إلى، يعني ستطبق كتاب فرانز كافكا، يعني تحول إنسان رجل إلى حشرة بشعة يعني في هذا التشاؤم، لكن عزيزي أنا أرى أن تحولك جميل، تحول اليرقة دودة القز إلى فراشة جميلة عزيزي، انظر، نعم، وهذا يقول لك تحقيق أمنية، وهذا الفشل المادي هو فقط في بالك، في عقلك، فكما قلت أنت ستتلقى يعني مال ربما من الإرث، أنا أرى أنه يعني من الإرث، نعم، إذا أنت عزيزي أنا أرى كذلك هذه الكارت، كارت القوة، هي كارت جميلة، أرى أنك طلبت وطلبت للخالق، طلبت وطلبت للخالق أن يمنحك، أن يمنحك يعني هذه شيء كنت تفكر فيه طوال حياتك، ربما حب سيعود، ربما إنسان محبوب سيعود لحياتك، لكن أنا لا أرى ما هي نوع الأمنية. نعم لكن أمنية مهمة جدا ستصل ستتحقق، وأنت طلبتها من الخالق كثيرا، نعم وستتحقق عزيزي، وستتأثر وستبكي فرحا، نعم انظروا انظروا عزيزي أنت يعني ستصل إلى الحكمة، يعني إلى يعني هذا يعني الحكمة، وكذلك العودة لله كذلك، يعني مثل سحب الجوزاء، أرى أنك يعني تعود للخالق كذلك، لأني أرى أنك أرسلت، انظر، أرسلت للكون حب، أرسلت أنت إنسان طيب، إنسان أو إنسان، أتكلم مع الرجال والنساء، أنت أرسلت للكون حب وخير من قلبك، أنت أعطيت تفاحة للجائع ذات يوم، نعم، والله وقوة الله وقوة الكون تهدي لك بستان كامل من التفاح، أنا فرحانة، يعني زوينة بزاف، جميل جدا هذا، يجمع بين الروحانية والسعادة، يا قراءة جميلة يا رب، قراءة جميلة، الله يحفظكم وأتمنى لكم الخير، لا لنواصل، لدينا لنواصل بكرت كرت الملائكة، رسالة الملائكة، كانت قراءة عجيبة، نعم عجيبة، يعني انظروا يعني كم من وراء كل هذا كل يعني هذه التشاؤم وهذه السلبيات، انظروا ماذا هنا،
يعني يجب أن تكون قويا وتثق بنفسك عزيزي برج الثور، أنت إنسان طيب جدا. نعم الثور إنسان طيب جدا، أنا سعيدة، هي قراءة جميلة جدا. الله يحفظكم. لنتابع بكارت رسالة الملائكة. أنا يعني سامحوني إذا كنت أحيانا يعني أتأثر مع القراءة، وأحيانا لا أعرف ماذا حتى ماذا أقول، لأني أفرح ويعني أحزن كثيرا عندما أرى يعني طاقات سلبية وبعض الكارت، لكن ليس سلبي كل ما نراه، لأن وراء كل هذه يعني السلبيات دائما هناك شيء جميل. انظروا الأمل، ليسبوا. عزيزي الأمل، الشجاعة، الامباتي يعني التعاطف، التعاطف هذه أنا. ليسبوار الأمل، التفاؤل والتوكل على الله. عزيزي برج الثور، نعم ثق بالله وتوكل على الله والحمد لله. لو كوراج، الشجاعة، ستفعل أشياء لم تكن تعتقد أنك يمكن أن تفعلها. عزيزي برج الثور، ثق بنفسك، فأنت يمكنك أن تصل إلى يعني إلى كل ما تريده، لكن بالحب، بالخير، كما قلت سابقا، أنت ترسل للكون أشياء جميلة حسب القراءة التي قرأتها، والله سيعيدها لك يعني بالآلاف، بالملايين. تفاحة، أنت أعطيت تفاحة، والله سيعطي لك بستان، بستان مليء بأشجار التفاح. وأخيرا التعاطف، نعم أنت إنسان طيب، التعاطف، تفهم المشاعر، تفهم مشاعر الآخرين ولذلك تساعدهم. قراءة جميلة جدا، هنيئا لبرج الثور. شكرا، وشكرا لكم، شكرا لكم على حبكم في التعليقات. أنا كذلك أحبكم كثيرا، أحبكم كثيرا، أبكي وأحزن وأفرح معكم، أنتم ناس طيبين ما شاء الله. كل يعني قناتي، كل الطاقات التي أحس بها، رغم أن البعض منها أو الكثير منها يعني حزينة بسبب الحب، لكنها طاقات طيبة، أرى يعني ناس طيبة، طيبة جدا. الله يزيدكم من الطيبوبة، فهذا سيرجع لكم، يعني أنتم تزرعون الطيبوبة والخير، والله سيعيد لكم هذا بالحب والسعادة والسلام إن شاء الله يا رب. شكرا لكم، شكرا لكم، وبسلام عليكم، رمضان كريم، وإلى اللقاء.